السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا كده تعليقات زيكم ولايكات حلوة زيكم. انا النهاردة هعمل ايه؟ هعمل سجق. طريقة سهلة جدا وبسيطة. عايز سجق وبصل وطماطم. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. طريقة سهلة جدا وبسيطة وعلى قد الايد. نص كيلو سجق هيعمل لك كمية محترمة. هتكون جنب مكرونة بطاطس على حسب ما انت بتحبي، ممكن رز ابيض. طريقة الاكل بسيطة جدا وعلى قد الايد. واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس زي ما قلت لكم. شجعوني كده بتعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الحلوة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله. يلا بينا. انا هنا كده جبت معلقتين سمنه على زيت، وجبت بصلايه اللي انا وريتها لكم حطيت عليها ملح وهقلبها كده لحد ما لونها هيبقى اصفر كده. وبعدين ده اللون اللي انا محتاجاه. هندن عليه بالطماطم، وكان عندي قرن فلفل اخضر كده وبقميه. هخلي بس الحاجات دي تستبك كده وتبقى هوريكم شكلها. ده شكلها بعد ما تتبك كويس جدا. هبتدي ان انا انزل السجق سليم. ممكن تقطعيه، ممكن تخليه سليم على حسب ما انت عايزه وتحبي. طريقته سهله جدا وبسيطه. ده كان شكله. بصوا طريقته سهله جدا ومش مكلف جدا وطعمه روعه روعه بجد. اتمنى تجربوه بالطريقه دي، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ويكتبوا لي كده تعليقات حلوه زيكم. ده طبعا هيبقى شرف ليا. زي ما انتوا شايفين بصوا شكله عامل ازاي. بجد كان طعمه حلو جدا وروعة. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية حلوة كتير وافكار حلوة بالسجق، يعني ممكن نعمل ايه بدل ايه ان شاء الله. بس تعليقاتكم واشتراكاتكم الحلوة، وطبعا ده على قد الايد وحاجة يعني مكونات بسيطة وموجودة ورخيص مش غالي يعني، وحاجة حلوة. وزي عربيات الكبدة والسجق اللي على الشارع، بدل ما ناكلها من بره ناكلها في بيتنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. سلام.